لا تذكر الله لا يذكرك الله، تنسى الله ينساك الله، تتقرب إلى الله يتقرب الله إليك. لكن يأبى بعض الناس إلا الصد والبعد عن خالقه وهو محتاج إليه. قال سبحانه وتعالى عن هذه الحاجة الضرورية التي سوف تقع بكل إنسان، قال والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وين مالك؟ وين 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 اللي أنت كنت تتبجح فيه في الأرض وتستغني عن الله، ثم إذا ما احتضر وضع في قبري قال ربي لا تقم الساعة. الآن 60-70 سنة إيش تعمل في الأرض؟ فلهذا ينبغي للمرء أن يداوم على ذكر الله وأنت المستفيد. لهذا في الحديث حسن يقول صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا. طوبى شجرة في الجنة منها ثياب أهل الجنة. طيب هذا بس فقط مسك ذكر واحد استغفار، ما بالك الذي يسبح، ما بالك الذي يكبر، ما بالك الذي يهلل، ما بالك الذي يقرأ القرآن، ما بالك بالذي يعمل بالقرآن ويحفظ القرآن ويصوم ويقوم ويدعو إلى الله.